فاتت الدخان عم عيني وخلانا تقولك غلط، لما المرة دي الدخان فتح لي عينيا وخلاني اخش. انت بتقول ايه؟ انت سكران؟ سكران؟ ابدا، انا شارب من خمرة عينيكي. عطشان عطشان للمسة منك. ما انت كنت بتعمل فيها كده ليه؟ انا ماسك نفسي بالعافية من ساعة ما شفتك. انما دلوقتي خلاص كل حتة فيا عايزاكي، وانا كل حتة في جسمي عايزاكي. يعني ايه يالا؟ انت اهبل؟ والله هو ده اللي حصل يا فندينا. يعني هي شافتك فزاغت منك، ولا انت سرحت فتاهت منك؟ لا معرفش. يا نهار ازرق، طب راحوا على بيتها ولا طلعوا على بيته؟ هي مين؟ هي مين ايه؟ ما انت جاي تقول لي ايه؟ معرفش. ولا انا مش هقول لك كلبه تحت بيتها؟ ما انا عملت كده ولبت تحت بيتها لحد الصبح، لحد طلع ولا حد نزل. ماشي يا رمانه، ماشي. اسي خميس الحاج عايزاك. اوعى يا اتفضل. اوعى وقت يا مطني. ست شوق، أمور يا ست شوق. ازيك يا مطني؟ الحمد لله. انا عارفه انك هتركز معايا كده وحضور. ماله افندينا؟ مزاجه مش رايق حبتين. ليه يا مطني؟ ايه اللي حصل؟ معرفش، اساليه هو. وهو انا لو عايزه اساله هاخد الاذن منك انت؟ يا واد انت ما تزعلنيش منك، المعلم زمانه راجع. حضرتك عارفه يعني الاوامر. ما اقدرش. ماشي، مش هسألك على أفندينا، بس هسألك سؤال تاني وتجاوبني من غير لف ولا دورة. العين دي قبل العين دي. مين رمانة؟ رمانة اللي أنا كنت براقبها؟ أيوه. معرفش. غور يلا من هنا، غور. مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده. روح. أنا محدش اتشرط عليا ياما، انا اللي عايزني ياخدني زي ما انا حلو كده، وانا ما ضحكتش على حد. الكل عارف اني متجوز، وكرامه مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. انت عارف ان العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. كفايه وش يا ابني، بره. يلا بط، يلا راحه واشربوا شاي. يجبر مين يا اما؟ انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، انا افندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خده منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليكي، يديكي طوله العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. ياما انا ما اقدرش اظلم كرام اكتر من كده، كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح اما شافت ابوها غرقان في دمه قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني ياما، طمني. العمروتي شاريني كده وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضي لك سكه عشان تبقى كبير السوق، وحطك مع الكبارات، وحطك في وش الكل،
دي فرصة، فرصة يا خميس، اوعى تسيبها علشان اي حد مهما كان عزيز عليك. النبي انت ما رحتيش قلت الكلام ده للخيل وسبتيه يقع في شبكة شوك؟ البنت انا سألت عليها جابولي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش، طلعت بنت تاريخ يتوب علينا ربنا. وادي يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفس. رقبتي ثانيه واحده اديله خبر بس. شو لا مؤاخذه حاج، لا مؤاخذه حاج، ست غلبانه من اهل الدايره جايه طالبه مساعده، وطبعا انت عارف الحسنه المخفيه. انستو شرفت يا حاج، انستو شرفت. سونيا خليكي معاها، يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ مالك شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جاب ميتلون ليه؟ ابدا، اصل افندينا عارف سكه المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج، وانا مش هعوق، هما كلمتين وهمشي على طول. ما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك بنظره واحده. ايوه بس مش هنا، المره اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مره تسلم الجره. افندينا عنيف في كل حته، وانا مش عاوز ادخل معاه في سكه عوق وانا داخل على الانتخابات. اخص على الرجاله، اخص بقى. ده بجاش المري اللي كانت كلمه منه تهز اجدعها شنب. الله يخرب بيت السياسة. هي يا اخويا السياسة بتعلم على الرجالة وتعمل فيهم كده؟ يوه يا شو، يوه، ايه هما الكلمتين اللي عايزة تقوليهم؟ هو طلب صغنن، عملته اتقيت شري، ما عملتوش وفستكت مني كده زي ما انا شايفة، يبقى تدعي المولى بقى انه يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لافندينا ليل نهار، وانك بتظبط له قعدات الانس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه واستكهفك على هز في الخن؟ هي الحكايه يا اخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي انا، وسط ناس تانية، وانت اللي هتجيب لي قرار. ما تخلصينا يا شو، هي فوازير. بنت رقاصه اسمها رمانه واكله دماغ افندي، عايزك تجيب لي كل كبيره وصغيره عنها، واوعى تقول لي معرفش. لازم تعرف، مش معقول انت مش هتعرف تجيب لي قرار واحده شمال زي دي يا مور. شكلك كده نقلت العطا ورسي على افندينا ورميتي طوبه الكل. اللي على فكره هو المعلم ابو سنه سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمة زي دي؟ حلاوتك حلاوتك يا شو. اقعدي اقعدي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لمؤاخذة يروح يقول له، واللي يحصل يحصل. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكرة؟ فاكرة يا بنت؟ ما بيسالش عليا ابدا، ولا بتشوف عينيا ابدا. كملنا كلام وحديد وغرام وانا في الحواديت. ينيلك، فكرتني بايام الهي لا يعدها. صباح الفل. كنت فين يا استشو؟ كنت بقضي مصلحه لواحده حبيبتي قوي. واحده حبيبتك قوي؟ والخال عارف بقى ولا دي مجامله منك؟ لا، ما هو الخال مديني تصريح مفتوح كمان. حلو الكلام ده. طب يلا بالسلامه. طب ما يلزمش مني اي حاجه، فكر. شكريه، والوقفه دي مش حلوه. يلا بالسلامة وصبحي لنا على الخيل. يوسف يا اختي، يا
يلا يا ماما. ولا فندم مين اللي يخصنا انا وحيدي كده بطرح مكانك جاي يا ست شوق؟ ايوه معرفش استقبلتش غيرك اللي اساله. شاطر يا واد يا ريس، وعرفت تجيب كل المعلومات دي في المده دي. بقول لك ايه، انت متاكد ان الولايه دي كلبه فلوس؟ يعني تبيع اي حد عشان قرش زياده؟ لا خلاص كويس كده، دورك لحد كده في موضوع حنتومه وانتهى. عاوزاك تركز بقى في خميسه فندينه، عايزاك تجيب لي خط سيره بالساعه وبالدقيقه، وما تقوليش بقى بيروح الغرزه ولا المكتب عند المحامي. لا، من ساعه ما يصحى لحد ما ينام، يعني لما احب اجيبه اجيبه. طيب ماشي، سلام انت بقى. مش فاضل بقى غير البنت سوريا، ودي لازم لها حل. تحليات المباحث حصلته في ثلاث اسامي، تحليات انا بقى حددت الاسم الوحيد اللي ممكن قوي يكون عملها. اسمه ايه بقى؟ اسمه سمعت. اسمه يا سيدي اسمه لؤي الشريف، ابن تاجر الماس كبير. مش مهم ابن مين، المهم انت متاكد؟ اقصى عليك خميس، انت بتشك في امكانياتي؟ ده انا طلع عن اهلي كمان لغايه ما وصلت له، بس ما رضيتش اعمل معاه اي حاجه الا ما تقول لي الاول انت عايزني اعمل معاه ايه. انت كده يا متر مهمتك انتهت. الاسم والعنوان مكتوبين في الورقه دي. بس الواد ده اهله تقال يا خميس، وانت لسه يا متر انت تجيب المعلومات وتهبط اتعامل. خميس انا خايف عليه، القانون صحيح له ثغرات اللي زي بياكلوا عيش من وراها، بس كمان له انياب، لو قفشت في لحمك ما تطلعش الا بالدم وانت مجرب. بعدين فوت من الحمد لله بقت كويسه، يعني ملوش لزوم العوق. يا سلام خميس، كلامك كتر قوي يا مطره. البني ادم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. انا ما قلتش حاجه يا معلم، انا بس كنت بسال. هتفضل حابس البت كده كتير؟ انت مالك؟ الله، حاشرة نفسك في حاجة زي دي ليه؟ أصل اكتشفت إن حالها من حالي، أنت حابسني في جوازة ابنك عشان خايفة أقرب كلمة كده ولا كده، وحابسها برضو وأنت عارف إنها جاسوس. فترة! كلمة زيادة وحنسى إنك مرتبني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم واللي كان كام. أنا بس عايزة أقولك كلمتين اتنين مفيش غيرهم. سيب البت في حالها وأنا كفيلة أخليها تقفل بقها. يا سلام، قلبك عليها قوي كده. بصراحة البت صعبانة عليا وغلبانة، وبصراحة كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى إن شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسة دي ومنين عايز تتجوزها؟ أنا مش فاهم أنتوا مالكوا ومالي، حاشرين مناخيركوا بسكتي ليه؟ أتجوز ما أتجوزش كله بكيفي أنا، مش بكيفكوا أنتوا. أنا عارفة إن البت عاجباك وداخلة دماغك، بس أنا كمان ست وافهم في النسوان، والبت سوريا دي زي الوبور العمران، إن ضغطت عليه شوية يفرع في وشك. وده عيب النسوان، بس اطمني يا أختي، أنا أعرف كويس قوي إمتى أفضي الوبور. ماشي، غالي والطلب رخيصة يا فندينا. لعلمك، أنا أقدر أخلي أي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا. دين انت بس الدادة الايه؟ المعلومات يعني. لا قول لي الاولانيه. الدادة الدادة؟ دادة يا واد انت اللادة بحبك. حلاوتك يا فنينة ما جاش يا حلو. فاكر ياد ما كنت بتسرق ياد تبني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمة زعلت.
انت مالك انت ولا عليك المكاتب انت مالك انا عليا ليك وسيب الباقي عليا ماشي خد يا سيدي الدايدة بتاعتك يرضع منها براحتك يا جاشي هو انا كده تعبتك قال لا 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 تعبك روح المرة دي اتعب لك المرة الجاية تسندني في الانتخابات ماشي يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك والبضاعة فندينا اول قطفة من اللي جاي باسمك يا مري حلاوتك حلاوتك يا فندينا دي اخلاق المعلمين والا فانا ولا على راي المثل ايه لا يقسم على الحياه ولا حياه اللي ما انتو نادي يعني ولا حاجه انت خشش المجلس تعمل ايه ده احنا هنشوف ايام سودا عامله ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني الوجه الله انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم انا طبت والله انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي وسطي وبعمل كده بس خرجني من هنا والنبي مطرة نعم يا معلم فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني شفتي إن أنا أحن عليك من الحكومة ومش كده وبس يا مطر انزلي كمان اشتري لوازم الفرح أنا عاوزها عروسة على الفرازة ولو قدرت تفرديها شوية فرديها ماشي يا معلم هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بيحولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى؟ تكنينه موكوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي. ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده. لان لو قربنا منها اكتر يبقى بناكد علاقتها بينا. وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهلة خالص يا علي البت دي بتاعت فلوس واضح ان النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجة شافتها نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر هتجيبها هتقولك على كل حاجة واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقوله برضو على كل حاجة البت دي بتلعب على الونجين ما يهمهاش غير الفلوس وبس والعمل يا ياسر بيه احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين في حاجة علي احنا مفكرناش فيها حاجة ايه يا باشا؟ حريم الرجالة دول حريمهم؟ مش فاهم هقولك ضاوية كرامة مطرة شوق سوريا حريم الرجالة دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق سهل للوصول لرجالتهم الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي ده راجل نتن وديله نجس هي تبعه
تبقى مره شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابه دلوقتي؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك خير البحر وربنا حلله زي ما حل لقمه العيش. والفاتحه على العيال اللي باصله ما يرعيش ربنا في اكل عيشه. امين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد ايدك يا معلم هلله. بسم الله يا رجاله، احنا مكسوفين ولا ايه؟ احنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم، ونعرف نصيب كل واحد فينا في المستحضريه. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحه اللي بين الرجاله بتدوم بتدوم يا معلم هلله، وده اللي احنا عايزين نأسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم، ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الاوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف ان السكه رايح جاي من عندك، ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤوليه يا معلم، مسؤوليه. ناكل بقى صبيط، عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. مدوا ايديكوا يا رجاله وكلوا، ما تخافوش، هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف. ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبوع عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبلو يا سلام. نبلو. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى حته ابو سنه كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش. وده عشمنا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخه ووعد مني دم يسيل كده يا رجاله لو حد امن على الترابيزه دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا، عشت. بس الطبخه زي ما ليها سحرها ليها سمها، وسحرها للي يصون الكلمه والعهد، وسمها على اللي يخون العهد والكلمه، واللي اوله شرط اخره فالينا. يتوب علينا ربنا. على فين العزم يا ابو سنة؟ اصل شوق مخنوقة شوية، قلت اخدها تفك عن نفسها في اي حتة. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمة بين اربع حيطان يا حاج، اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجة. ولا عايزاني اغني له واقول له ارجع، ولا اعيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق، تسلم لي لسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عين شوق. مش يلا. عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر. ولا تتاخروا، كله محصل بعض. هات يا جمايل يا رب. يلا يلا. طب كله يعيش مع نفسه اللي ناوي جروحه، ليلة ليلة ونسي جنبي.
بحب زمانك ما تقلبش المواضيع اقلب صبحك احزانك اوعى تسلم الضيع يا رمانة مالك؟ يخرب بيت شكلك يا بيسا، من ساعة ما ادتني البتاعة دي وانا دماغي هتنفجر، شنيور شغال وش في دماغي. بتاعتي انت ضربة حاجة؟ نص حباية من الهباب شقلبت كياني كله، مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمة. طب على مهلك يا اختي. رمانة يا دكتورة. اهلا 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 يا قمر. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك. اموريني وانا اجيب لك اسطول دكاترة يبقى تحت رجلك، بس انت تقشري. انا تمام. احلى ازازه بعد ذاك النجوم ديل واخره. ميرسي يا شلل، انا تحت الامر والطاعه. وريني كده ايه ملكة مفضتي كده ليه؟ ما احنا كنا كويسين. شلبي اثبت. امرنا يا فندينا. شيل الزباله دي من هنا، عايز الترابيزه نظيفه. ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا ايه ده؟ اهدى يا دكتور، انا فاهمك على كل حاجه دكتور. يلا معلش تعال اقعد معايا على الباب. لا مؤاخذه يا فندينا. يلا ايه انت لازم تسيب بصمه في كل حته. خال. ايوه الخال. ده مجنون ده يا شلبي ولا ايه؟ روق روق يا دكتورة، انت محسود. روق. انت عرفت السكة منين؟ البركة في شوق. لا اله الا الله. مالك يا اخويا، مش بيقولوا اللقى نصيب؟ انما ايه الحلاوة دي؟ قمر وانت متعصب. توب علينا ربنا. اه ده خير. اه ده شوق. اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل الليله دي هلفطت سكارة، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عدي الليله. بس دي مش اصول برضو يا ملط. رمانة الحركة دي انا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد ايه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابة يا دكتور، لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السياده. جربني هتشوف. اما نشوف. مانا الليله انضربت يا مال. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، لا سهرك ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. أمرني، أنت هنا
عشان تأمرني. أمر بالستر. رمانة. روق بس واشرب. فرفش كده. منور يا خال. تعيش أبو جمعة. صبعين دخان الخال يا ألف. هتعيش أبو جمعة. هروح الحمام أوضب روحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان مش عايز تقولي اروح الحمام منين؟ امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. الله خلي بالك من نفسك اسد. توب علينا ربنا. انا من الحق ابو جمعه لو تبنا ربنا هيقبل التوبه دي. طبعا ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني. يا راجل امال انت جمال يا راجل. مين ده؟ ده المطني. قولي لي يا بنت يا سوري انت عملتي ايه عشان تجيبي رجل المعلم كده؟ كنيش يا بنت سحرتي له؟ والنبي يا ست مطر لا سحر ولا شعوذة. دي توليفة بالصلاة على النبي تولف القلوب على بعض. أنا تعبانة قوي يا سوريا. خلاص ما عدتش عارفة أعمل إيه في البيت ده. لا عارفة أرضيهم ولا هم مديني فرصة. خلاص تعبت على الآخر. ما تشيليش هم يا ست مطر. ليكي عليا أول ما أتجوز المعلم هخليه يعاملك أحسن معاملة ويراعيكي كمان. بيت! انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ مني قاعده نضفك لمي نفسك لاديكي بالشبش. ليه يا ست مطر؟ ليه يعني وانا كنت مش نظيفه ولا ايه عشان تنضفيني؟ انا زي الفل اهو. لا يا اختي كنت مقمله. اديني نضفت اهو يا ست مطر. يوه وبعدين يا اختي ما تبقيش حمائيه قوي كده. انا مش قصدي ده انت جمايلك مغرقاني من فوق لتحت. استغفر الله العظيم يا رب. انا تعبانه قوي. انا حاسه ان انا في حاجه لابساني. مش انت قلتي هتروحي للست اللي انت سمعتي عنها دي؟ اروح لها ازاي بس وانا اعرفها منين واروح اقول لها ايه؟ انت تجيبي لي تليفونها وانا اتصل بيها وافتح لك سكه معاه. ماشي اجيب لك تليفونها افتحي معاها كل السكك. عايزه اروح لها وانا مرتاحه على الاخر. ماشي يلا يلا كملي شغلك خليني اروح للمعلم. يو والله لا قومي خدي قومي من هنا يا معلم. والله لا احلى عيون على كل حبايبنا اللي منورنا النهارده. احلى عيون على المعلم خميس افندينا اللي منورنا هو وصحبته يعني الهرم الرابع يعني برج افريقيا العالي. المعلم ابو سنة احلى عيون على المعلم ابو سنة هو وصحبته يعني ملوك المزاج العالي كله. اللقاء التالي على انغام الفرقه الاساسيه نعيش ونتشقلب مع المرجحه ونجم الاغنيه الشعبيه الفنان عمرو السعيد ودلوعه المسرح الاستعراضي بوسي. المرجحة يوم تحت وفوق يا خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش فوق. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق. أفندينا تحية جميلة لحبيب قلبي أحلى أفندينا في الدنيا معلم خميس أفندينا وكل صحبته جميلة من حقيقة حياة غالية. الدنيا مش دنيا بعافية ولا عز ومال. الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلوان. اللي عداها وقال كافية تحذفه من فوق. إذا كنت عايز تكسبها عايش فيها بالذوق. ماشي بتمرجع فيها من تحت لفوق 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 لفوق. أفندينا في الدنيا قول له قول له قول له قول له
الله عليك يا شوق، الطله اللي مش على البال ولا على الخاطر دي. اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكه العشره الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا ما صدقتش نفسي لما شفتك بره في الصاله، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، ايه النظافه والشياكه اللي انت بقيت فيها دي؟ سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعتي كلامي كان زمانك دلوقتي نجمه المحل الاولى وشايله المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوه ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانه. سلطانه ينيلك، انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم، حد ينسى سلطانه الطرب وسهيره قلوب العذاره؟ الايام دول يا مالط، امبارح شوق والنهارده رمانه. رمانه هي مسمعه للدرجه؟ فشر، ولا حد بيسمع عنها حاجه غيرش انا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزاك تجيبهولي منين نعينها. امورين امورين يا سلطان، بس انا مش فاهم تقصدي ايه. بتحوم على واحد يخصني، عايزه ازحها من سكته، شوف لي طريق. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا.